بقول لك ايه يا مينا؟ هو انت عشان مسيحي هتخش النار صح؟ الشقلباظات اللي انت بتعملها على السوشيال ميديا عشان تزود المتابعين بتوعك ملهاش اي لازمه. صباح الخير يا جماعه، اهلا بيكم بفلوج النهارده. انا عارف الشكل بتاع الشعر حاجه كارثه يعني، بس عادي، هو المنطقه دي كلها بتقع اللي اتزرعت بعدين هتكبر تاني، وعندنا هنا شايف مين بيلعب دراجون بول زي. هنبتدي بالفطار بتاعنا. ازيك يا بوجي؟ بصوا، عندنا عاصفه، مش عاصفه، يعني عاصفه تعتبر سنو ستور. الثلج عمال ينزل. فطار النهاردة 4 بيضات مع كوباية القهوة. ثانكس بيبي. ميشا شكلها كده عايزة شوية بيض، هي دايما بتيجي تقعد جنبي حتى لما بشتغل على اللابتوب. خبر كبير، الانستجرام بتاعي زاد 180 تقريبا الف فولور في ال3 شهور اللي فاتت. كان عندي هدف في راس السنة اللي هو نيو يير ريزولوشن، ان انا ازود الانستجرام بتاعي اوصله الى 1,000,000. طبعا الانستجرام من اصعب الحاجات اللي انت تعمل لها ان انت تكبر حجم المتابعين بتاعها، ولكن بما ان انا شغال على كورس انك ازاي تنجح في منصات المواقع الاجتماعية السوشيال ميديا، في حاجتين مهمة جدا لازم فعلا تبيعها لي. رقم 1، لازم تبيع لي قصتك، ورقم 2، لازم تبيع لي شخصيتك. فانا كنت لازم احط نفسي للامتحان، وانا اديت لنفسي بصراحة، يعني انا قلت في سنة 2024 عايز ازود ال 180 الف دول اللي ناقصين ان انا اوصل 1,000,000. ولكن في ال3 شهور اللي فاتت اثبتت لنفسي ان انا فعلا متاهل ان انا اعلم الناس ازاي يكبروا منصات الاجتماعيه بتاعتهم. عندنا التيك توك 1,300,000، عندنا الفيسبوك 1,800,000، اليوتيوب داخل على 1,400,000، والانستجرام اخيرا نقول مبروك يعني خلاص، يعني فهتبقى غالبا اخر الحلقه دي هتلاقيها وصلت 1,000,000 يعني. ولكن في حاجة أنا عايز أقولها بخصوص الانستجرام وصل ل1,000,000. أنا عايز أعرف الناس حاجة، إن كونك إن أنت عندك 1,000,000 متابع على الانستجرام، لو أنت ما بتعملش فلوس من منصات المواقع الاجتماعية يبقى أنت كده مالكش أي لازمة. وخدها مني، خدها من واحد وصل للأرقام دي. أنا بقولك لو أنت ما بتعملش فلوس من المواقع والمواصل الاجتماعية بتاعت السوشيال ميديا، كل المتابعين وكل الشقلباظات اللي انت بتعملها على السوشيال ميديا عشان تزود المتابعين بتوعك ملهاش اي لازمة. وبالتالي حاجة من حاجتين، لو انت السوشيال ميديا بالنسبة لك مش مصدر دخل، يبقى انت عندك اما مشكلة سيكولوجية بان انت بتحاول تنفخ في ذات النفس الايجو بتاعك، او عندك ادمان ان انت محتاج الانتباه او الفاليديشن من ناس غريبة انت ما تعرفهاش. وده رأيي المتواضع، يعني ممكن ناس كتيرة ما تتفقش معايا، ولكن اذا انت كونتنت كرييتر، واحد صانع محتوى، ومش بتستخدم المنصات دي عشان تخلق دخل ليك، فكل اللي انت بتعمله ده ملوش اي لازمة. انا عارف مش كل، لا كل حاجة فلوس، عايزك تفهمها، كل حاجة في 2024 اهم حاجة، صحتك رقم 1، دي ما عندناش اي جدال فيها، الصحة رقم 1، بس بعد الصحة يعني الصحة فاهم، بعديها على طول فلوس في الزمن اللي احنا فيه. لو انت انفلونسر تعتبر، لو انت معتبر نفسك انفلونسر جامد وعندك مئات الالاف المتابعين
ولكن ما تقدرش في أي ثانية تاخد طيارة بيزنس كلاس تسافر في أي مكان في أي وقت وتقعد زي ما أنت عايز، أو تنزل تشتري أي عربية أنت عايزها، أو حتى تعيش في بيت حلو وتصرف من غير ما يكون عندك هم الصرف، سوري بس أنت كده مالكش لازمة كواحد انفلونسر. هتقولي لا ما هو الانفلونسر بيوصل إيجابية يا سيدي، ما أنا فاهم، بس دي أنا بالنسبة لي أو أنا بعتبرها نوع من الخدمة. يعني أنت لازم الخدمة اللي أنت بتوفرها للناس تبقى خدمة شريفة. يعني أنا بعتبر نفسي أوكي ماشي، دول الفولورز دول أنت بتعمل معاهم إيه؟ ماشي أنت بتعمل فلوس، يعني هل أنت بتستغل الفولورز دوك؟ لا بالعكس. أنت إزاي أنا أصلا وصلت الإنستجرام بتاعي دلوقتي المليون؟ أنا قررت إن أنا أعمل حملة تحفيزية وأنزل في ريلز كل يوم تحفيز للشباب. بص الايميل ده لسه جالي النهارده، واحد بيقول لي شكرا انت غيرت حياتي، شكرا انت خلتني اتفوق على مثلا علاقه كانت مأثره عليا نفسيا، شكرا انت خلتني احس او ما احسش بحمل المدرسه والدرجات دي. خدمه للناس. طيب الخدمه بقى اللي انا بعمل منها فلوس بجد، اللي هي اللي انا ببيع البروجرامز بتاعتي. البروجرامز بتاعتي دي بتغير شكل الناس. انت فاكر الراجل ده جسمه اتغير، انت فاكر ده مش مبسوط؟ مبسوط. فلازم في الاول وفي الاخر، في الاول وفي الاخر تكون خدمه شريفه نبيله وبتساعد الناس بجد. ولكن لو ما بتعملش دخل من مواقع الاجتماعيه او منصات المواقع الاجتماعيه بتاعت السوشيال ميديا، يبقى انت بتعمل ايه؟ انت بتضيع وقتك. روح اشتغل شغلانه من 9 ل 5 والله العظيم. على فكره الناس بتوع السوشيال ميديا اللي بيقنعوك انت بتروح لمدير وبتصحى الصبح وبنبه، ايه يا حبيبي المشكله يا عم؟ ما تسيبه يا عم يصحى بمنبه كويس، يا عم عنده روتين اصلا، روتين ده حاجه كويسه مش وحشه. ان انت تصحى بمنبه الصبح دي مش حاجه، مش زمان كنت ممكن انا الدره القديم يقول لك ده بص ده عبد للسيستم. يا عم احنا في زمن دلوقتي، انا بقول لك يا سيدي لو انت عندك شغل ومصاريفك بتسدها تحمد ربنا تشكر ربنا، اوعى تسمع كلام الانفلونسرز التانية اللي تقولك انت شغال عبد انت مش عارف. لا يا عم لا، انت تحمد ربنا ان انت عندك شغل، غيرك مش لاقي ونفسه في الشغلانة اللي هي عندك. لازم تلاحظ الموضوع ده. وانا كواحد انفلونسر بقولك ان ساحة الانفلونسرز دي ساحة توكسيك بشكل مش طبيعي. الناس بتستغل حجمهم عندهم متابعين كتير ان هو يتفلسف لك، ان هو يقول لك انا ما بشتغلش لحد ومش عارف ايه. لا يا عم انا بشتغل طبعا، انا بخدم مين؟ انا بخدم الناس المتابعين بتوعي. انت فاكر انا ما بشتغلش؟ انت فاكر انا كده اللي هو ما عنديش مدير وبتاع؟ لا انا عندي مدير، المدير هو الجمهور بتاعي، لازم اقدم له محتوى، لازم اشتغل على، لازم اقعد واقعد مع الناس اللي بتعمل فيديوهات معايا. اوكي يا جماعه ممكن النهارده نعمل فيديو عن ايه؟ درة في ناس كتيرة مثلا دلوقتي في ثانوية عامة عندها ستريس من الثانوية عامة، خلاص خليني اوصل لهم رسالة ان هي تساعدهم في الفترة اللي هم فيها. طيب درة في عملاء مثلا انت ما ردتش على الايميل بتاعهم، مين؟ طيب خلينا نجيب الايميل بتاعهم نرد عليه. الجمهور بتاعي هو مديري. الدايناميك بس هو اللي بيختلف، يعني مش لازم ابقى في الشغل الساعة 8 الصبح ولو اتأخرت 4 دقايق ما حدش هيجي يقول لي يا محمد انت ليه متأخر النهارده؟ هي دي بس الفكرة، دايناميك بس مختلف. ولكن ما تخليش الانفلونسرز يضحكوا عليكوا، لو انت مصاريفك بتتسد كل شهر تحمد ربنا وتكون ممنون ان انت عندك الفرصة ان انت تعمل حاجة زي كده. ومش بس كده، لو انت مصاريفك تتسد ده معناه ان انت ممكن يكون عندك الوقت ان انت تشتغل على حاجة انت بتحبها على الجنب لغاية ما تبتدي تعمل فلوس منها، وبالتالي بقى تعمل الشيفت زي ما انا عملت بالظبط. انا كنت بروح وبشتغل، اترفدت، دورت على شغلانة تانية، وكنت لازم اشتغل عشان اراعي او اعمل نوع من الرعاية للرياضة بتاعتي اللي انا كنت بعملها، لغايه ما في الاخر وصلت لمرحله ان انا اعرف اساعد الناس ان انا اوصلها لمرحله من شكل جسمهم بحيث ان انا اعمل دخل منه. دلوقتي انا بعمل نفس الحكايه بس على منصات الاجتماعيه، ان انا اشرح او اعلم الناس ازاي ممكن تستخدم المنصات الاجتماعيه دي ان هي تعمل دخل. ودي ده مشروعي اللي جاي.
انا بصراحه ما توقعتش انا هوصل المليون قبل شهر 3، لان الكورس المفروض ينزل شهر 3، ولكن الحمد لله تفوقنا. هي مشكله، لان انا كنت عايز المليون دي لما اوصل لمليون اروح منزل الكورس معاها، فاهم؟ الضجه تبقى كويسه. بس يعني لحد ما هي مشكله كويسه، يعني ان انا وصلت للتارجت بدري جدا جدا. يعني انا كنت متوقع الكورس ده هينزل اخر شهر 3 او حتى 4، ولكن احنا ايه، في 6 اسابيع حصلنا على المليون متابع يعني. ولا مشكله كويسه الحمد لله يعني. فبس دي الرساله اللي انا كنت عايز اوصلها. انا حاسس ان انا طولت في الكلام، والفلوج اصلا لسه ما بداش. شايفين يا جماعة المنظر عامل ازاي؟ يا جماعة البيزمنت عندك الدرامز هنا، عندك صالة تانية هنا، عندك البودكاست، وعندك السيميوليتر، عندك يافطة الدورة، عندك الميداليات، عندك شوية حاجات دراجون بول ميداليات برضو، عندك فيجيتا هنا، وهنخش نديها دلوقتي شوية سباقات. بعد كده هنطلع الجيم، هنلعب شوية وبعدين نطلع الجيم. ما مش نلعب، نتمرن كده يا جماعة. احنا في الطريق للشم. افتح النور كده شغال. بالليل بقى لازم نطلع عشان نشوف. هنديها التوت الور بتاعنا. وحشني العنب قوي. العنب طعمه جامد. كان عندي صداع من كتر ما قعدت على السيميوليتر، فالكافيين بيروح الصداع على فكرة. طبعا احنا النهاردة كده يعني تالت تمرينة بعد شهر عدم تمرين. ممكن بعد الجيم اوريكم البامب بتاعي. طبعا يعني خلاص بقى فكرة يا جماعة ايه بقى، مش عايزين بقى نشوف في التعليقات بقى ايه ده انت خاس ليه انت مش عارف. خلاص طلع بقى فكرة الايه حجم بتاع البودي بيلدر ده من دماغك خالص، وعايزك تبتدي تشوفني كواحد فاهم، كوتش، مدرب، محفز، وبنركز ان احنا نخلي جسمنا حلو بقى خلاص يعني فاهم. يعني هو ده الهدف، يعني فورمة حلوة مع كل اللي انا بعمله، يعني سواء اليوتيوب، سواء التحفيز، سواء الكوتشنج. بس نخش بقى نديها تمرين.
لا يا عم تعالى، ده اللي بيعمل لي الوجبات بتاعي يا جماعة. مينا، بقول لك ايه يا مينا، هو انت عشان مسيحي هتخش النار صح؟ بقول لك ايه يا مينا، احنا حسابنا زيرو صح؟ مفيش بينا فلوس، انت اللي هتخش النار. يا جماعة احنا خلصنا التمرين بتاعنا، هناخد دلوقتي شوية بوزز نشوف الفورمة وضعها ايه. قوي ممكن تبقى أسوأ، بس قشطة يعني احنا لسه بادين، وان شاء الله الفترة الجاية هنظبط الدايت بتاعنا، نبتدي ندخل كارديو، نظبط اكلنا وكل ده عادي، يعني احنا متعودين على المشاوير دي. Okay. Happy 1 million!
You didn't have to do that. You can put the camera off. Go outside. عايزين يعملوا بيبي. Go outside. Go Misha, go do pee-pee. Go do pee-pee, Misha. Go do pee-pee. Go do pee-pee. Good girl, come on. Come on. في ريس هيبدأ كمان 10 دقايق نلحق نلبس الجزمة بس نفتح البتاع عشان نعمل له ريجستر ناخد ده نحطه في الشاحن نعمل براكتس الأول يا جماعة وصلنا نهاية الفلوج كان يوم لذيذ سيليبريشن واحتفال كده بسيط بيننا احنا الاتنين ما كانش في حد النهاردة دلوقتي انا باكل اخر وجبة بتاعتي زي ما انتوا شايفين رز وفراخ الحاجة هي اللي عملت بقى الوجبة دي الحاجة ماما يعني وبس يا سيدي اتمنى ان الفلوج عجبكم طبعا شكرا لكل الدعم ليكو وصلنا للمليون الاخيرة واعتقد ان الكورس ان شاء الله اللي هعمله هيبقى مفيد جدا للناس كلها واعتقد هتبقى هي دي الخطوة اللي جاية الكبيرة بتاعتي انا بقالي ببيع البروجرامز المخصصة لمدة 10 سنين وبعت لناس كتيرة جدا والحمد لله ربنا وفقني في الموضوع ده واعتقد ان الكورسات وخبرتي في بناء البراند بتاعك كواحد مؤثر هي دي هتبقى الخطوة بتاعتي اللي جاية اللي هتفيد الناس كلها ان شاء الله وهيبقى سعره رخيص لان انا عايز الناس كلها تشتريه وطبعا مش هيحتاج نفس الشغل كالبرامج هو وانس يتعمل خلاص يعني فهعمله بسعر مش غالي بحيث ان كل الناس اللي في مصر تقدر تشتريه طبعا واللي بيحصل في مصر بالجنيه المصري فده طبعا هيساعدكم جامد وده فيديو النهاردة للبرامج المخصصة خش على اللينك اللي تحت والكتاب الوصفات رخيص جدا على فكرة واذا ما عندكش الامكانية انك تشتري البروجرام انصحك بانك تشتري كتاب الوصفات لانه هيفيدك جدا بالذات لو انت عارف السعرات اللي انت محتاج تاخدها وعايز الهدف بتاعك دغري قوي او بسيط زي مثلا انتك عايز تخس وزنك كتاب الوصفات هيفيدك جدا ارخص بكتير والاكلات اللي فيه طبعا هيبقى اسهل لك ان انت تعمل الدايت بتاعك من انك تمشي على حاجة ستريكت شوية زي البروجرامز طبعا اذا عايز تشكل جسمك وتعمل عضلات بقى وعضلات بطن وكده طبعا البروجرام افيد لك ولكن اذا عايز تخس انصحك بانك تشتري كتاب الوصفات واللينك برضو سايبه لك تحت وده فيديو النهاردة مشكور لكل الدعم ليكو جبنا المليون الاخيرة النهاردة لكم تصبحوا على خير